حلقة جديدة من زوايا الحدث، أهلا بكم. نخصص هذه الحلقة للحديث عن تعز بعد عودة المحافظ ووعود استكمال التحرير وتطبيع الحياة في المناطق المحررة. للمرة الثانية يعود محافظ تعز إلى المدينة التي تشهد حربا عمرها أكثر من عام ونصف. هذه الحرب التي أنهكت المدينة والتي تعيش متوالية طويلة من التقدم والتراجع لقوات الجيش والمقاومة، خلفت مدينة منكوبة تحتاج لكل شيء، من طلقة الرصاص لردع المعتدين إلى حبة الدواء لتضميد جراح المقاومين والمدنيين المحاصرين داخلها. خلال أكثر من عام ونصف بقيت تعز تتلقى الوعود، ومعظم تلك الوعود لم تتحقق حتى اللحظة. ومع التقدم الكبير الذي حققته قوات الجيش والمقاومة وعودة المحافظ إلى المدينة، نفتح ملف تلك الوعود وما الجديد فيها. نعود لنفتح النقاش مع ضيوفنا بعد متابعة هذا التقرير. تتوالى الأحداث سريعا في تعز، وسريعا تتغير الخارطة التي تضيق حول ميليشيا الحوثي والمخلوع، فتظهر سيطرتها بقعا متفرقة في النواحي والاتجاهات، بينما يتمكن الجيش والمقاومة من مد سيطرة شبه متكاملة على الجهة الغربية للمدينة ومحاولة اختراق باقي الجهات الثلاث. تسير الرؤوس تحت سماء تعز، فيحملها الحماس على فرص الخلاص من القتلة الممسكين بجهات المدينة ومنافذها، أو تصير في لجة القلق كلما تسربت من ثقوب المدينة رصاصة قناص أو انفجر لغم أرضي. حالة يبدو أنها ستؤرق المدنيين والعسكريين معا إذا ما أنجزت المعركة أهدافها قريبا. في تفاصيل الخريطة العسكرية داخل المدينة، تتركز بؤرة المواجهات في منطقة الربيع وحدران، وهي المناطق الواقعة في الجبهة الغربية التي تمكن الجيش والمقاومة من السيطرة على مساحة كبيرة منها وفك حصار المنفذ الغربي لها. أما الجبهات الثلاث فلا تزال تشهد معارك كر وفر تتخللها غارات لطائرات التحالف. بالمقابل تستمر الميليشيا في قصف الأحياء السكنية فتمطرها بالقذائف، يحيل ذلك إلى هوس الإنقلابيين في الانتقام. ففي حالة تعز بالذات تأخذ رمزية تجاه مدينة لها في ذاكرة المخلوع جرح غائر. وضع مشتعل أيضا في ريف المحافظة الجنوبي والغربي منها، وبالتحديد حيفان والصل ومقبنة والوازعية. لا معارك محسومة كليا حتى الآن، غير أن المقاومة تحرز تقدما كبيرا في جميع الجبهات، لعلها الحقيقة الوحيدة في مسار القتال. وقد لا يكون الخلل في بطء العملية العسكرية بقدر ما هو ضعف الإمكانات وبطء وصول التعزيزات العسكرية المفترضة للجيش والمقاومة. بيد أن الحقيقة المدعمة بالوقائع تفيد بأن ميليشيا الحوثي والمخلوع صارت في مرحلة متقدمة من الضعف، سيشتد ذلك أكثر مع قطع خطوط الإمدادات لها. تعز التي خسرت الكثير من أبنائها وعمرانها لا تزال تقاوم، أنهكتها الحرب لكن الرؤوس لم ولن تنحني. إذن من جديد أهلا بكم إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث تحت عنوان بارز، تعز المهمة الكبيرة في مواجهة الوعود المؤجلة. نناقش في هذه الحلقة تبعات وتداعيات زيارة محافظ المحافظة وعودته إلى المحافظة ووعود استكمال التحرير وتطبيع الحياة في المناطق المحررة. نحاول أن يكون معنا محافظ محافظة تعز، لكن قبل ذلك ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ رشاد الشرعبي. أهلا بك أستاذ رشاد. بداية أستاذ رشاد. نعم نعم نعم، تسمعني بشكل واضح؟ لا 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 أسمعك بوضوح أخي العزيز. طيب نحاول أن نتجاوز هذه الإشكالية في التواصل مع الأستاذ رشاد الشرعبي المحلل السياسي. أعد السؤال، أعد السؤال أخي. تسمعني الآن؟ أسمعك أستاذ رشاد. المحافظ اليوم علي المعمري في تعز زارها من خلال المنفذ الغربي بعد عملية التحرير وكسر الحصار الجزئي عن المحافظة. بداية كيف تقرأ هذه الخطوة؟ بالتأكيد أن زيارة الأخ المحافظ الأستاذ علي المعمري كانت مهمة جدا. هو من أبناء المحافظة وكان موجود في المدينة أثناء المعارك، واليوم يعود إليها محافظا ومن بوابة طريق الضباب، وهذه تأكيد على أن الطريق صار آمنا وأن تعز كسر الحصار جزئيا عنها. ونتمنى أن يتم تثبيت وتأمين هذا الانتصار من خلال
السيطرة على جبل هان وتمكين المقاومة من الثبات فيه من خلال إيجاد الأسلحة الثقيلة التي تمنع عودة الميليشيا إلى هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها. لابد من تأمين وتثبيت هذه الانتصارات من خلال إيجاد الأسلحة المناسبة والنوعية التي تمكن المقاومة على الثبات والسيطرة عليها بشكل تام وعدم التراجع عنها كما حدث في المرات السابقة، وأيضا من خلال إيجاد أو إدخال المساعدات التموينية والصحية وغيرها من الأمور التي تحتاجها مدينة تعز مثل أنابيب الأكسجين والمشتقات النفطية وغيرها بعد عام وسبعة أشهر من الحصار. المدينة عاشت فترة حصار مؤلمة وشديدة للغاية واستنفذت كل ما لديها من مواد تموينية وصحية وطبية وغيرها، ولذلك لابد أن تتحرك القوافل الآن من اتجاه عدن باتجاه مدينة تعز لإنقاذ أبناء المدينة الذين صمدوا صمود أسطوري خلال عام وسبعة أشهر. طيب، خلال أكثر يعني حوالي العام والنصف وتعز تتلقى الكثير من الوعود، لكن معظم هذه الوعود لا تلبى. كيف تقيم تعامل الحكومة والتحالف العربي مع ملف تعز؟ ما نلاحظه الآن أن هناك إيفاء ببعض الوعود أو الكثير منها، هناك تحرك في ملف الجرحى بشكل كبير جدا، واليوم أو غدا سيتم تسفير العديد منهم إلى السودان. هناك تحريك للملف العسكري بشكل مهم وهو الذي حقق هذه الانتصارات. لا يمكن أن ننكر الجهود التي بذلت لأجل تحقيق هذا الانتصار من قبل قيادة التحالف العربي والأشقاء في المملكة العربية السعودية خاصة، وأيضا من قبل السلطة الشرعية لإنجاز هذا الانتصار. لكن لا زال هناك الكثير من الاحتياجات التي تحتاجها تعز باعتبارها أكبر المحافظات من حيث عدد السكان وأيضا حجم المأساة التي عاشتها خلال عام وسبعة أشهر. طيب، تتحدث أنه لا يمكن إنكار الجهود المقدمة لتعز سواء من الحكومة أو من التحالف العربي، ما تعليقك على موضوع الإغاثة؟ حتى الآن كل المساعدات التي وصلت إلى محافظة تعز هي من جمعية أهلية ومبادرة مجتمعية، لم نشاهد ولم نلحظ وصول أي مساعدات لا من دول التحالف ولا من الحكومة الشرعية، ما تفسيرك؟ صحيح أخي العزيز بالنسبة للسلطة الشرعية، لكن مركز الملك سلمان هو الذي قدم عمليات الإغاثة سواء الطبية أو السلال الغذائية التي تصل إلى المدينة. أنا أتحدث عن ما بعد التحرير، ذلك تماما. أنا أتحدث عن ما بعد كسر الحصار الجزئي هذه الأيام، لم يصل شيء. نعم، بالتأكيد أنه حتى الآن لم تصل إلا قوافل تابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي، ولكن الإخوة المسؤولين تحدثوا وخاصة ائتلاف الإغاثة تحدثوا عن قوافل قادمة يتم الترتيب لها من قبل مركز الملك سلمان وغيره من المنظمات التي تعمل لعمليات إغاثية وستتحرك خلال الأيام القادمة. لكن نؤكد أن هذه الاحتياجات لا تساوي حتى 10% من احتياجات أبناء تعز الذين هم من حيث الكثافة السكانية وحجم المأساة التي عاشوها يحتاجون إلى الكثير من هذه العمليات الإغاثية سواء في الجانب التمويني الغذائي أو في الجانب الطبي أو في المشتقات النفطية وغيرها. هذا حقيقي أستاذ رشاد. طيب، فيما يخص تعامل السلطة المحلية باعتقادك، ما المهم الآن لأن يكون على الطاولة أمام المعنيين في السلطة المحلية في تعز كملفات فيما يخص مرحلة ما بعد التحرير المنفذ الغربي وكسر الحصار الجزئي؟ ما هي أهم الملفات التي يفترض أن يتعاملوا معها الآن؟ نعم أستاذ العزيز، هناك الكثير من الملفات التي لابد من تحريكها، وأولا تتعلق في موضوع استكمال كسر الحصار بشكل كامل من خلال إنهاء السيطرة للميليشيا الإنقلابية على المنفذ الشرقي وأيضا على ميناء المخا الذي هو الأساس والذي يفترض أن يكون المنفذ الأساسي لمدينة تعز وما حولها. لابد أن يكون هناك من تحريك ملف الجرحى بشكل أكبر مما هو حاصل الآن ورعاية أسر الشهداء. لابد من تحريك الملف الأمني وضبط الأمن داخل المدينة ومنع عصابات السرقة والسط والنهب التي تقوم بهذه الأعمال داخل المدينة. هناك العديد من الملفات أيضا ما يتعلق بالماء والكهرباء وإعادة الحياة إلى المدينة، في أيضا الخدمات الصحية والخدمات التعليمية. كل هذه الأشياء هي متطلبات واحتياجات للمدينة لابد من العمل على إنجازها، لكن لابد من أن نعي أن السلطة المحلية ليس بيديها شيء الآن مثلها مثل السلطة الشرعية. الجميع يتعذر بالإمكانيات المادية
هناك جزء من القصور بشكل كبير جدا، لكن أيضا نحن ضروري أن نعي أيضا الواقع أن ليس كل ذلك سيتم تلبيته، ولكن نتمنى أن يتم تلبية القليل مما هو موجود. شكرا جزيلا لك أستاذ رشاد الشرعبي الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة معنا في هذه الحلقة من زاوية الحدث. ينضم إلينا الآن من تعز محافظ المحافظة الأستاذ علي المعمري. أهلا بك أستاذ علي. مساء الخير قناة بلقيس والمشاهدي قناة بلقيس الكرام. شكرا لك سيادة المحافظ. تعود هذه المرة إلى تعز بعد تقدم كبير حققه الجيش والمقاومة في المحافظة، ما الذي تحمله معك هذه المرة؟ أخي العزيز، أولا دعني أشكر أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، أشكر الأخ رئيس الجمهورية، أشكر الأخ نائب الرئيس، أشكر الإخوة قادة التحالف الذين بذلوا وقدموا الدعم والعون لأبناء تعز. الشكر للجميع، كما أشكر قناة بلقيس هذه القناة التي يعني تتابع كل قضايا تعز، كل قضايا الإنسانية في تعز. نحن في تعز لدينا مهمة رئيسية وهي فك الحصار عن المدينة، عن المحافظة الاتجاه الغربي، والحفاظ على هذا على ديمومة فك الحصار، أن يظل الخط آمن من تعز إلى عدن، لأن كما تعلم معظم إمدادات المدينة من الغذاء والأدوية وكل المستلزمات التي تحتاجها المدينة ويأتي من عدن. الخطة بالضبط هو فك الحصار وتأمين هذا الخط بشكل دائم. الشباب، شباب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، قاموا بما هو عليهم وأبلوا بلاء حسن، استطاعوا خلال أيام معدودات أن ينجزوا يعني نسبة كبيرة من المهمة. لازلنا أو لازال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يقاتلون بشكل يومي، يحاول يعني اتجاهات مختلفة. الغرض الرئيسي مثل ما قلت هو حماية هذا الخط، والحمد لله هناك في الجبهة الشرقية تقدم، في اتجاه الشمال الشرقي تقدم، في اتجاهات كثيرة تقدم الجيش الوطني، لكن الخطة مثل ما قلت هي تأمين خط الإمداد ما بين تعز وعدن. طيب سيادة المحافظة، الكثير من الوعود تتلقاها محافظة تعز منذ أن بدأت الحرب، لكن كما سألت الأستاذ رشاد الشرعبي أن معظم هذه الوعود لا تلبى، هل الإشكالية هي إمكانيات أم تكتيكات، وتعز هي ضمن ورقة تستخدم في هذه الحرب، أم ماذا يعني كنوع من المكاشفة والمصارحة للناس؟ أخي العزيز، الحكومة نعلم جميعا أن ليس لديها موارد، وهي يعني تحاول الآن في الفترة القادمة، وعدت بأن بعد أن تقوم ببيع كميات من المشتقات من البترول الخام ستلبي بعض احتياجات هذه المدينة. أقول أن الحكومة تحاول يعني إمكانياتها لا تساعدها، وبالتالي ينعكس هذا على وضع المحافظة. أقول منذ أن عينت يعني محافظة لتعز، جلست مع رئيس الوزراء السابق ورئيس الوزراء الحالي، استطاع يعني وعدني الأخ رئيس الوزراء بالعون، ويقدم عون، هناك عون بسيط، لكن مثل ما قلت الحكومة لا تمتلك موارد، وهي تسعى الآن من خلال الإجراءات الاقتصادية عملتها لتوفير موارد، وأعتقد أنها تعز في أولويات اهتمامات الحكومة وستقدم العون، لكن حتى الآن لا عون. أيضا الإخوة التحالف يحاول يعني التقينا بهم في موضوع فيما يتعلق بموضوع التنمية، يعني يطرحون علينا أن الإخوة الإماراتيين والإخوة السعوديين أنهم لن يوفروا الجهد، سيدعمونا في موضوع التنمية، لكن المسألة تأتي بعد أن تتحرر المدينة. لا يمكن لمشاريع تنمية أو لمشاريع إعمار أو لأي شيء من هذا القبيل أن يتم إلا بعد أن تتحرر المدينة. نحن الآن يعني في على وشك تحرير المدينة بإذن الله، ونتوقع أن ندعم من خلال الإخوة في دول التحالف، نتوقع دعم من الحكومة، وساعتها يمكن لنا أن نقوم بعمل شيء في المحافظة اليوم. طيب المحافظة على وشك التحرير سيادة المحافظ، هل هذا ضمن حديث عن أمنيات أم أن هناك فعلا خطط وهناك جدية في التعامل وتحرير محافظة تعز؟ مثل ما قلت هناك خطط يعني تم وضعها من قبل مختصين عسكريين، هذه الخطط خطط على مراحل. المرحلة الأولى
وهي فك الحصار فك شامل. نحن عندما نتحدث عن فك الحصار عن تعز نتحدث عن ضرورة أن تتقدم أبطال الجيش الوطني والمقاومة في اتجاه يعني غبيعي، في اتجاه حذران، في اتجاه يعني هجدة، في هذا الاتجاه لكي يؤمنوا طريق الضباب. هذه هي المرحلة الأولى، ومتى ما أنجزناها يمكن لحظتها الحديث عن خطة ثانية لتحرير شامل للمدينة. لكن نحن نسير وفق خطط. الخطة الأولى 60-70% تستطيع أن أقول تم تنفيذ 70% من هذه الخطة. تبقى 30% خلال الأيام القادمة سننجزها، وسيتم ساعتها الجلوس لدراسة إمكانية تنفيذ الخطة التي يعني تقتضي أن تتحرر تعز تماما ونستعيد تعز من أيدي الميليشيات الإنقلابية. لكن ما زال هناك مدن ومحافظات محيطة بتعز وهي على خطوط تماس معها، كأب والحديدة هي تحت سيطرة الميليشيا، فعن أي تحرير كامل نتحدث؟ أخي الكريم، نحن نتحدث عن تحرير. أن كل اليوم أنا عندما أتحدث عن 80% من مساحة محافظة تعز هي واقعة تحت السلطة الشرعية، تبقى 20%. هذا هو ما سيتم العمل عليه. لكن موضوع الحديدة وموضوع إب هذا أمر مرتبط بالتحالف، وأنا أقول أن بإمكان إذا يعني إذا تم تحرير تعز في اتجاه الحوضان للقاعدة، أتوقع أن تستمر عملية التحرير أن تصل إلى إب. نحن نتحدث فيما يتعلق بتعز. تعز مثل ما قلت الخطة تقتضي تحرير الخط الرابط بين عدن وتعز. الخطة سارت سير جيد. الشباب أبلغ براء حسن، قدموا يعني عشرات الشهداء سقطوا لأجل فك الحصار عن أبناء تعز. هذا الحصار الخانق الذي قتل الناس، الذي منع عن الناس الدواء والأكسجين والغذاء. عاشت تعز حالة من الحصار الخانق المطلق. أبناء تعز أصروا على أن يعني أن ينتهي هذا الحصار خلال 3-4 أيام بدعم من رئيس الجمهورية بدعم الإخوة في دول التحالف. طيب أستأذنك سيادة المحافظ، سنعود للحديث عن ما يخص أولوياتكم فيما يرتبط بإعادة تطبيع الحياة في تعز، لكن أشرك معنا في هذا النقاش الآن من الرياض وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة الأستاذ عبد الرقيب فتح. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرقيب. إذن الطريق بات سالك إلى تعز، تم كسر الحصار جزئيا وفتح المنفذ من الجهة الغربية، لكن الملاحظ أن أول الواصل يعني إلى تعز كمواد إغاثية هو من جمعية أهلية ومبادرات مجتمعية. ما الذي يمنع حتى الآن وصول مواد إغاثية إلى المدينة من قبل الحكومة أو بالتنسيق أيضا مع دول التحالف، وما هي خططكم الحالية لإدخال هذه المواد إلى المدينة؟ شكرا جزيلا أخي العزيز. نحن في الحصار السابق كنا أول المبادرين في اللجنة العليا للإغاثة، وفي أثناء فك الحصار الجزئي في المرحلة السابقة كانت اللجنة العليا للإغاثة أطلقت حملة سريعة، ووصلنا أكثر من 200,000 سلة إلى داخل مديريات المحاصرة داخل عاصمة المحافظة تعز. اليوم أطلقنا نفس الحملة، وإن شاء الله من غدا ستحرك قوافل النصر فك الحصار من محافظة عدن إلى داخل تعز. وسبق ايضا ان قامت فجر الامل وهي منظمه ايضا بالتنسيق مع اللجنه العليا للاغاثه بايصال كميه من المواد الاغاثيه الى داخل محافظه تعز. لدينا خطه متكامله اطلقناها منذ الامس لمحافظه ابين ومحافظه تعز، التي ابين تحررت بصوره شبه كامله وتعز بجهد كبير من المقاومه الشعبيه والجيش الوطني والتحالف العربي، استطاعوا فعلا أن يفكوا اليوم الطريق الممتد من عدن ومارا بالضباب وحتى تعز. وإن شاء الله خلال أقرب فرصة سيتم فتح جميع الخطوط بإذن الله. المحافظة تعز التي ظلمت وحوصرت أكثر من سنة وستة أشهر، نحن نؤكد بأننا في اللجنة العليا للإغاثة لدينا خطة متكاملة سواء فيما يتعلق بإعادة التعافي المرحلة الثانية من عملية الإغاثة والمرتبطة بإعادة الحياة الاقتصادية وبالذات في الجوانب الصحية والبيئية. لدينا هناك خطة بالتنسيق مع مركز الملك سلمان والإخوة أيضا في الهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر القطري وجمعية الإغاثة الكويتية، لأن فعلا بدأت بصورة مبكرة إن شاء الله ستوزع خلال اليومين القادمين كمية كبيرة جدا من المواد الإغاثية لمحافظة تعز
والأدوية الأساسية. طيب ضمن خططكم معالي الوزير، ضمن خططكم ماذا هناك فيما يخص الإغاثة الطبية؟ نحن نولي هذا الموضوع أخي العزيز اهتمام كامل. الآن هناك شراكة حقيقية ستتم بين ثلاث جهات رئيسية، وهو مركز الملك سلمان سيتولى تجهيز مستشفى الثورة بالمعدات اللازمة، بالإضافة إلى قيام اللجنة العليا للإغاثة الكويتية بتوفير المواد الدواء والمستلزمات الطبية، وسيقوم الهلال القطري أيضا بالتشغيل لمستشفى الثورة. كما أن لدينا دراسة متكاملة للوضع الصحي في محافظة تعز، سنعمل جاهدين على أيضا تشغيل مستشفى خليفة كمستشفى مرجعي، وهناك توجه أيضا من قبل مؤسسة استجابة للإغاثة والأعمال الإنسانية بعلاج 350 جريح محددة في العيون، بالإضافة أنها أدت استعداد خلال يومين لعلاج 500 جريح في مجال العظام والمخ والأعصاب. وكل ما هو مطلوب هو أن نعد العدة الآن لتجهيز مستشفى خليفة كمستشفى مرجعي، ونحن ننسق مع الجهات الإغاثية العربية والمنظمة الدولية، وإن شاء الله تشهد تعز شراكة إغاثية متكاملة في الجانب الغذائي والجانب الدولي. طيب فيما يخص المنظمات الدولية، هل هناك أي برامج أو مشاريع ستنفذها في إطار إغاثة مدينة تعز؟ بالمؤكد من خلالكم اليوم أدعو المنظمات الدولية للاستفادة مما خصصه مركز الملك سلمان من خلال منحة خادم الحرمين الشريفين 274 مليون دولار. هناك حصة كبيرة جدا لمحافظة تعز ومحافظة أبيان وعدد من المحافظات المحررة، بالإضافة أخي العزيز إلى ما يتعلق بإغاثة الحديدة. هناك مشكلة سيول حدثت اليوم، بالإضافة إلى كارثة سيول اليوم حدثت في محافظة أبيان. نحن نتابع الوضع الإغاثي مع كل الجهات الإغاثية سواء المنظمات العربية أو الجهات الدولية. كم نحتاج من الوقت لتبدأ الخطوات الفعلية؟ نحن من بكرة ستبدأ حملة أو قوافل الإغاثة لمحافظة أبيان ومحافظة تعز. بدأنا مبكرا كما قلت قدر الأمل، نفذ في التنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة أول حملة دخلت إلى محافظة تعز، ونحن إن شاء الله هذا الأسبوع سيشمل حراكا إغاثيا في مختلف المجالات. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، على هذه المشاركة معنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. أعود مرة أخرى للأستاذ علي المعمري محافظ محافظة تعز. أستاذ علي أهلا بك من جديد. أستاذ علي. نعم يا أخي. أستاذ علي، قبل أن أذهب للنقاش مع وزير الإدارة المحلية، كنت أشرت إلى نقطة أنها ستكون محور نقاش الآن فيما يخص إعادة تطبيع الحياة في المدينة. ما هي أهم الأولويات التي ستشتغلون عليها خلال الفترة القادمة؟ أخي العزيز، نحن أهم ما يمكن عمله في المرحلة القادمة هو تثبيت الأمن. مشكلة الأمنية في تعز هي مشكلة يعني تتطلب اهتمام بارز بهذا الأمر. نحن في موضوع تثبيت الأمن عين مدير أمن وقيادة أمنية، وهناك إمكانيات مادية بسيطة صرفت لجهاز الأمن. المهمة الرئيسية لدينا في تعز تثبيت الأمن، وقبل تثبيت الأمن تحرير تعز التحرير الكامل الشامل. هذه المهمتين التي يعني أنا أتابع تنفيذها من خلال تواجدي في تعز، أن ننجز موضوع التحرير وتصبح مدينة تعز ومحافظة تعز كاملة محررة. والأمر الثاني تثبيت الأمن بعد تحرير المدينة حتى لا يحصل ما حصل في بعض المحافظات الأخرى. نحن حريصين على أن الأمن يتطبع بشكل جيد، على أن لا يحصل انفلات أمن المدينة. إذن المهمة الرئيسية استكمال تحرير المحافظة وتثبيت الأمن في المدينة. طيب فيما يخص المقاومة سواء المقاومة الشعبية أو قوات الجيش، كان هناك حديث عن ربما أنه من أحد أسباب تعثر تحرير المحافظة هو عدم انضوائها تحت لواء واحد، يعني وحتى يعني التفكير مستقبلا في إدارة العمل الأمني والعسكري. الآن هل يمكن الحديث عن أنه هي متوحدة منضوية تحت لواء واحد، أم ما زالت هناك بعض الإشكاليات؟ وأيضا تحدثت عن أن ربما الجانب الأمني هو المقلق الأكثر الآن بالنسبة لكم، ما هي أوجه القلق في هذا الملف الأمني الآن في تعز؟ أين تكمن أبرز الإشكالية الأمنية؟ أخي العزيز، فيما يتعلق بتوحيد القيادة في تعز، يعني أستطيع أن أجزم بأن تعز اليوم في هذه المعركة المتواصلة
تدار من خلال قيادة جماعية برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية قائد المحور قائد الألوية. تعز يعني استطاعت أن تحسم هذه المسألة، قيادة جماعية الجميع في غرفة عمليات مشتركة تدار من قبل الجميع وبإشراف الجميع. ونحن خلال الأيام القادمة لدينا عمل جاد في مسألة دمج المقاومة في الجيش الوطني، أن يتحول كل المقاومين، أن المقاومين يلتحقوا بألوية الجيش في العشر أيام القادمة، لا خلال عشر أيام بإذن الله أو نصف شهر لن يكون لدينا إلا أفراد منضوين تحت ألوية الجيش الثلاثة اللي هو 17 و22 و35. فيما يتعلق بالجانب الأمني تتعلم أن يعني بعد يعني تحقيق التحرير للمدينة نتوقع أن يعني أن تشتغل خلايا نائمة، أن يكون هناك أشخاص موجودين لإقلاق السكينة العامة، يحصل بعض التفلت إلى المسلمين. هذه الأمور كلها نحن نحتاط لها، ولهذا لدينا قيادة أمنية ممثلة بمدير أمن ومدراء إدارات يعدون خطط وفقا للإمكانيات المتاحة بحيث تضبط المدينة من خلال أقسام الشرطة، من خلال تفعيل البحث الجنائي وبقية أجهزة الأمن بالإمكانيات المتاحة. بالإمكانيات أستطيع أن أقول أن الأمن يمكن أن يحقق شيء، ومثل ما قلت المهمة الرئيسية اليوم تحرير المحافظة واستتباب الأمن داخل المدينة، ونحن يعني نعول كثيرا على أن الجيش الوطني سيكون أحد يعني المساعدين الكبار لتحقيق الأمن في المدينة. نحن متفقين مع إخوة قادة الألوية في تعز أنهم بعد انتهاء تحرير المدينة أن يساهموا مساهمة فاعلة في استتباب الأمن في المدينة وبقية المديرية. أشكرك جزيلا سيادة المحافظ الأستاذ علي المعمري محافظ محافظة تعز، كنت معنا من هناك. وأيضا الشكر موصول لضيفي الأستاذ عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، والأستاذ رشاد الشرعبي الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لكم، غدا حلقة جديدة من زوايا الحدث. في أمان الله.